يعطيكم العافية عاشر. بالفيديو السابق تعرفنا على الإلكانات، قلنا أنها مركبات عضوية هيدروكربونية تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط، ولها صيغة عامة. تمام، حتى أقدر أحدد جميع الصيغ الكيميائية للمركبات الهيدروجينية اعتمادا على عدد ذرات الكربون. فإن المجهودة هون قيمة إن هي تمثل عدد ذرات الكربون في المركب الهيدروكربوني المشبع، وهي فقط خاصة بالألكانات، لأنه حكينا الألكين والألكاين إلهم صيغة عامة خاصة فيهم، أنا هون عم بحكي فقط عن ألكانات. طيب كيف بدي أسمي الألكانات؟ هل معقول أضل أحكي ألكان عدد ذراته 10، ألكان عدد ذراته 12، ألكان عدد ذراته 5؟ لا طبعا، أكيد لازم أطلق عليه اسم. هذا الاسم اللي بدي أطلقه عليه بيعتمد على عدد ذرات الكربون في هذا المركب. طيب كيف يعني؟ تابعوا معي هذا الجدول شو بدي أحكي لكم عنه. إذا كان عدد ذرات الكربون في المركب واحد، فاسم هذا الألكان ميثان. ميث يدل على عدد ذرات الكربون يعني واحد، والألف والنون على إنه من ضمن عائلة الألكانات. تمام، إذا الألف والنون هي هذه الأحمر دليل إنه ألكانات. رح تسألوني كيف يعني، رح أقولكم بس لأنه مثلا بالألكينات رح أحكي إيثين أو بروبين، لأنه ألكين إيثين بروبين. تمام، هذا ما دخلنا فيه، إحنا الآن نحكي عن ألكانات. فالألكانات لأنها ألكانات بدها تنتهي المقطع تبعها باسمها بالمقطع ألف نون. طيب والاسم الأول بيدل على عدد ذرات الكربون، فإذا كان واحد اسمه ميث، ولأنه ألكان ميثان. إذا كان عدد ذرات الكربون اثنين اسمه إيث، ولأنه ألكان إيثان. إذا كان عدد ذرات الكربون ثلاثة بروبان. طب إذا كان عدد ذرات الكربون سبعة اسمه هيبتان. رح تقول لي هذا الترتيب دائما، بقولكم أمس دائما هيك هيك دائما، لأن المقطع الأول بيدل على عدد ذرات الكربون. مثلا عدد ذرات الكربون فيه عشرة اسمه ديك. تمام، والألف والنون لأنه ألكان فبصير اسمه ديكان. أما الصيغة الجزيئية لإله، الصيغة الكيميائية، فهي حسب الصيغة العامة CnH2n زائد 2. هيها هاي، وإحنا عادة حكينا إنه أصغر مركب هيدروكربوني مشبع هو الميثان CH4، ومنه بشتق باقي المركبات الهيدروكربونية المشبعة الأخرى. فطبعا هدول حفظ أسمائهم حفظ بالترتيب، وهلأ رح أعطيكم قصة حلوة عشان تساعدكم تحفظوا هدول العشرة. طبعا أنتوا بكتابكم مطلوب منكم من 1 لـ 8، بس أنا رح أطلب منكم من 1 لـ 10، يعني هدول هم المطلوبين منكم، ورح تشوفوهم بتخطيط الكتاب بالصور. طيب نكمل مع بعض. هلأ لما بدي أجي أنا أكتب الصيغة الكيميائية ل المركبات الهيدروكربونية، مثلا الميثان، هون الميثان ممكن أكتبه وأعبر عنه بإشي اسمه الصيغة الجزيئية. الصيغة الجزيئية بتعبر فقط عن رمز العنصر وعدد الذرات اللي موجودة في هذا المركب. يعني مثلا هون اطلعوا كيف CH4، هاي صيغة جزيئية اسمها. ليش؟ لأنها بس كتبت لي رمز العنصر وعدد ذراته. هون كم عدد ذرات الكربون السي؟ برافو عليكم، 1. طب الأتش؟ 4. فإذا لما تشوفوا الصيغة مكتوبة بهاي الطريقة اسمها صيغة جزيئية. طيب ولكن لما ندرس المركبات الهيدرو كربونية، إحنا بحاجة حتى نفهمها منيح، فإحنا بحاجة ندرس أنواع تانية من الصيغ. فإحنا بحاجة ندرس إشي اسمه الصيغة البنائية، وإشي اسمه الصيغة الفراغية أو النموذج الفراغي. هي مش صيغة فعليا، هو نموذج فراغي. كيف يعني؟ يعني بالطبيعة
عمليا بالحياة العملية لما بده يتكون الإنسان بيتخذ هذا الشكل، شايفينه؟ بحيث هاي اللي بالأسود هي ذرة الكربون، ذرة الكربون، وهدول اللي بالأبيض هم ذرات الهيدروجين، وهاي صيغة زي ما انتم شايفينها ثلاثية الأبعاد. هلا هذا هو هيك الكربون، هيك الميثان هيك بيرتب حاله، طبعا اكيد الانسان ما له دخل فيه، هذا هيك لما هو يتشكل بالطبيعه هيك بيرتب حاله بشكل ثلاثي الابعاد، واسمه النموذج الفراغي لانه هو عم بيتكون بالفراغ لما صار تكون هاي المركبات. طيب احنا شو بدنا نتعلمه؟ احنا ما قلنا بالنموذج الفراغي لانه هذا صعب انه نرسمه او نكتبه او احنا نشكله، احنا قلنا بالصيغة الجزيئية وبالصيغة البنائية. الصيغة الجزيئية تعلمنا كيف نكتبها، الصيغة الجزيئية بنكتبها من خلال الصيغة العامة للألكانات CN H 2N زائد 2. طيب الصيغة البنائية، الصيغة البنائية بدي اكتبها من خلال الرابطة اللي بتكونها ذرة الكربون مع الذرات الثانية. يعني اتفقنا ان الميثان هو ابسط مركب هيدروكربوني CH4. بدي اجي ارتبهم، اتفقنا انه الكربون ما بيعمل رابطة ايونية لانه لا قابل انه يفقد، وما حدا برضى يعطي اربع ذرات، فهو بيعمل رابطة تشاركية. مع مين بتشارك؟ مع الهيدروجين. بالميثان كم ذرة هيدروجين عندي؟ اربع ذرات. شوفوا كيف بتترتب برابطة احادية تشاركية او تساهمية، نفس المعنى. فاتحدت ذرات الهيدروجين الاربعة مع ذرة الكربون، فهذا بسميها الصيغة البنائية للميثان. ناخذ مثال ثاني، رح اخذ الإيثان. إيثان هي نموذج الفراغي، هيك بالطبيعة هيك هو بيكون حاله بهذا النموذج بهذا الشكل، هذا النموذج الفراغي للإيثان. طب صيغته الجزيئية، الإيثان طبعا هو اكيد مكتوب قدامكم بس عم فكر شوي، هو عدد ذرات الكربون فيه 2، صيغته الجزيئية حسب الصيغة العامة C2H6، هيك صيغته الجزيئية. طب اذا انا بدي اكونه بصيغة بنائية كم ذرة كربون؟ طبعا مش دائما بس بدك ترسمي، ورح يكون مطلوب منك ترسمي الصيغة البنائية يا عاشر، فبس بدك ترسمي الصيغة البنائية دائما بتبلشي بذرات الكربون. كم ذرة كربون عندي؟ ذرتين، هاي واحدة وهي الثانية، وبينهم رابطة تشاركية أحادية. خلاص خلصت الكربونات. طيب بتتوزع حوالين هدول الذرات كم ذرة هيدروجين؟ ست ذرات هيدروجين. طب أشوف كيف بقدر أوزعهم، ثلاث ذرات حوالين الكربون الأولى وثلاث ذرات حوالين الكربون الثاني، وهيك أنا رسمت الصيغة البنائية للإيثان. ناخذ مثال ثالث، رح اخذ البروبان. البروبان عدد ذرات الكربون فيه 3، هي عدد ذرات الكربون فيه 3، هي نموذج الفراغي C3H8. بايش ببلش؟ فورا مس ببلش بالذرات الكربون. كم ذرة كربون برسم؟ 3 ذرات، وكل واحدة حواليها بينهم طبعا رابطة تشاركية أحادية، وبرسم حواليهم كم ذرة هيدروجين؟ 8. طبعا هون في عندنا هيدروجين ناقصة، معلش أنا بعتذر منكم، هي يعني سهوا فقط، فهون في هيدروجين ناقصة عشان يصيروا 8، فهيك صاروا 1 2 3 4 5 6 7 8، هيك صارت تمام الوضع. طيب احنا خلصنا هيك اليوم، تعرفنا على مفهوم المركبات الهيدروكربونية، تعرفنا على الألكانات وخصائصها وصيغتها العامة، عرفنا كيف أسمي الألكانات، وحكينا أنه في عندي 10 ألكانات أساسية من 1 لـ10 لازم أحفظ أسمائهم مرتبين، وعرفنا كيف أكتب الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية وأرسم الصيغة البنائية. طيب قلت لكم أني بدي أعطيكم إشي سهل عليكم حفظ الألكانات، هي هاي القصة. هاي القصة كالآتي، ميثان واللي هو عدد ذرات الكربون فيه 1 والإيثان 2، فإحنا بنيجي بنحكي الميثان والإيثان بنات عام، تزوجهم رجل يدعى بروبان اللي هو عدد ذرات الكربون فيه 3، أسكنهما في بيوتان عدد ذرات الكربون 4، ورزق منهما بنتان اسمهما هيكسان وهبتان، وتقدم لهما رجلان هما أوكتان ونونان، وكان مهرهما عبارة عن ديكان. بتمنى هيك تكون أموركم واضحة، يعطيكم